من حالة الجو احنا شايفين فعلا درجات الحرارة مرتفعة، وخصوصا في صعيد مصر درجات الحرارة معدية ال 40، يعني نتكلم في 41 في العديد من المحافظات. نروح بقى نطمن على حركة المرور، يا رب ما يبقاش حر وزحمة، فنحاول ان شاء الله يعني يبقى بداية جيدة ان شاء الله، وما يبقاش فيه كثافات مرورية عالية. خلينا نمشي زي ما احنا متعودين من خلال تطبيق جوجل ماب وطريق صلاح سالم. صلاح سالم الحمد لله يعني مؤخرا بقينا بنتكلم على طول ان هو في سيولة مرورية عالية، كل تقاطعات الحقيقة مصر جديدة طبعا الحالة فيها بقت فوق الممتازة يوميا، مع ان في الوقت ده كنا دايما بنعاني من وقت الذروة الصباحية، لكن دلوقتي الحمد لله الأجواء دايما في مصر الجديدة بعد الطفرة الكبيرة اللي في الطرق بقت أفضل كتير. وصلنا لمطلع أكتوبر، مطلع أكتوبر لغاية دلوقتي لطيف جدا الحمد لله على غير المعتاد، يعني في بدأت تظهر بعض الكثافات المتوسطة كمان مش العالية، وعلى مسافات متقطعة، ده في الاتجاه مصر الجديدة الاتجاه التاني. لكن طبعا أول ما بنوصل لغمرة ورمسيس والمنطقة دي بيبقى فيه كثافات مرورية عالية، لكن برضو أفضل من الأيام اللي فاتت. دلوقتي بدأ الكثافات تزيد جدا، وخصوصا في منطقه رمسيس زي ما قلت لحضرتك وسط البلد، لكن اول ما بنعديها بنلاقي كوبري اكتوبر بقى الاحوال افضل. وصلنا لكورنيش ماسبيرو النهارده زحمه جدا جدا، كورنيش العجوزه، كورنيش الزمالك عظيم، 15 مايو في الاتجاهين حاجه ولا اجمل الحقيقه. النهارده الكثافات المروريه يا جماعه زي ما قلت لكم الحمد لله ما فيش كثافات مروريه عاليه، النهارده المشهد المروري نقدر نقول هو متوسط، ماشيين لسه مع 15 مايو. بدأت تظهر بقى بعض الكثافات اللي احنا متعودين عليها، كل ده عند الطريق الدائري بقى والقادمين والذاهبين الحقيقه والمحور، المنطقه دي دايما بيبقى فيها كثافات عاليه وخصوصا للقادمين مدينه 6 اكتوبر، لكن النهارده كمشهد عام مروري افضل كتير بجد من غير مبالغه الحمد لله، يعني مش هيبقى حر وهيبقى زحمه لا، فالنهارده حر بس لكن الزحمه معقول، بس ما فيش مانع برضو ان انت لازم تنزل بدري شويه عشان ممكن عقبال ما تنزل يكون المشهد المروري اتغير. ربنا يوصلكم بالسلامه. رقم اغاثه الطرق مره ثانيه عشان لا قدر الله لو حصل اي عطل 0122 122 111 4 0.